نتكلم بصفة عامة عن الأجهزة الفنية اللي كنا وأنا لعيب كده زمان صغير لسه كانوا بيعلمونا حاجات كتير. ليه بيعلمونا؟ بيعلمونا الناحية الفنية والناحية التربوية ودايما أداء في الملعب وخارج الملعب. كانوا دايما بيتكوا عليها، كان دايما يقولوا لنا الدكة الاحتياط لازم تكون دكة هادية عشان اللعيبة جوه أرض الملعب ما يحصلش علو حماس زيادة روح زيادة فينقلب إلى العكس في الآخر. كل الأجهزة الفنية كان رحمة الله عليه كابتن جمال شمس كان دايما يبص للدكة يقول لك الفرقة اللي دكتها أحسن أهدى هي اللي بتكسب. لكن كان ده عبارة عن دراسات. كابتن جمال رحمة الله عليه كان علامة بارزة في كرة اليد، كان دايما عنده دراسات علمية ونفسية وطبية وحاجات كتيرة جدا جدا. فالمدير الفني أو أي إدارة فنية لأي جهاز إذا كان منتخبات أو أندية لازم يكون عندها وعي بكل الثقافات، وعي بكل المشاكل اللي ممكن تحصل جوه المباراة وداخل المباراة أو خارج المباراة. لازم يكونوا عند الحدث، لازم يكونوا واقفين مع لعيبتهم موقف يعني قاطع تماما. أنا وأنا لعيب عملت مشاكل كتيرة، بس كان المدرب لما يوصلي أو يكلمني يوقفني مكاني. يعني إيه يوقفني مكاني؟ يعني يقول لي ده غلط انتهى الموضوع. بالذات لما كانت في مباريات كبيرة بتحصل خارج مصر وداخل مصر كان دايما نسمع كلامهم. ليه بنسمع الكلام؟ لأن المدير الفني هو رب الأسرة، هو الكبير، هو اللي دايما يوجه ويقول ده غلط وده صح. نتمنى من جميع الاجهزه الفنيه ان لعبتها مش الايام دي اللعيبه بتبقى نازله على المباريات عندها حماس منقطع النظير. لازم تقدر توقفه تحجمه زي ما بيقول علشان ما ينقلبش الى العكس، ينقلب الى حاجات تانيه كثيره ما بنحبهاش، ما بنحبش نشوفها. لكن هتكلم عن النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي مدربينه عند الحدث يقدر يوقفوا لعيبته حتى لو عدى. وبالذات بالاخص هفكركم وارجعكم ورا شويه، لما حصل مشكله في كره الميه كان النادي الاهلي مبادئ على طول وقف لعيبه. حصل مشكله في كره الميه وكلنا طبعا عارفينها، دي مشكله قديمه، هو اللي قال ان اللعيبه دي تتوقف عن اللعب، تقف عن اللعب بقرار مجلس اداره. هو ده النادي الاهلي، هو دي مبادئ النادي الاهلي اللي هي كلنا احنا بنتعلمها. مش بنقول بس كلام، لكن بنتعلم الكلام ده على مدار التاريخ. ومدار التاريخ قال كلام كتير، وهفكركم بقعة تانية. كابتن أيمن رشدي كابتننا الكبير في الطايرة، حصلت مشكلة في ماتش باسكت، كان الأهلي بيلعب مع نادي الزمالك على أرض النادي الأهلي، وعمل مشكلة وقرار مجلس إدارة وقف أيمن رشدي عن اللعب. الكلام ده كلام مهم جدا، لأن التاريخ بيحكي نفسه. على مدار التاريخ دايما في مواقف صارمة على اللاعبين والاجهزه الفنيه. دي كانت البدايه، والبدايه دي مهمه جدا ان لاعبتنا، انا بتكلم على لاعبتنا ولاعيبه النادي الاهلي، نتمنى ان الحماس ما نقلبش اكتر من الحماس. المباراه تخلص تنتهي، نقف بعد المباراه خلاص نقول للفرقه اللي خسرانه الله هارد لك، والكسبانه نقول لها مبروك. وهي دي طبيعه النادي الاهلي، وهو ده اللي بيتعلم في النادي الاهلي للاعبين والاجهزه الفنيه.